كان لي أخت متزوجة ولها طفلان، وقد طلقها زوجها بعد أن مرضت مرضا شديدا، وهي في آخر شهر من عدتها توفيت، وعليها ديون كثيرة للأطباء الذين قاموا بعلاجها ولغيرهم، وليس لها سوى أرض لا تغطي كل ما عليها من ديون، فلا تفي إلا بالثلثين فقط. وقد أوصت قبل موتها بأن يحج عنها، وأوصت بأن يصلى عنها لمدة 3 سنوات، ويصام عنها 3 أشهر، وبأن يذبح لها بعد موتها ويعمل لها وليمة عزاء، علما أن لها 4 إخوة أشقاء وأختين. فما الحكم أولا في سداد ما عليها من دين على من يكون قضاؤه؟ وكذلك ما الحكم في وصيتها تلك؟ وماذا يلزمنا تنفيذه منها؟ وماذا لا يلزمنا؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. أما قضية الديون التي عليها فإنها يجب تسديدها من تركتها. الديون الثابتة يجب تسديدها من تركتها، وليس هناك وصية إلا بعد سداد الديون، لأن وفاء الدين مقدم على الوصية. وأما قضية أنها أوصت بوصايا ومن جملتها العزاء وذبح ذبيحة، هذا لا يجوز الوفاء به حتى ولو كان لها تركة، لأن هذا من البدع. وعمل العزاء وعمل الولائم بمناسبة العزاء من مال الميت، هذا من البدع ولا يجوز فعله. ومال الميت انتقل منه إلى الورثة، وانتقل في حالة الديون التي عليه انتقل إلى الغرماء أيضا، انتقل إلى الغرماء. وإن بقي شيء فهو للورثة. وقد سمح لها الشارع بالوصية في حدود الثلث، في حدود الثلث وعلى الوجه المشروع. أما أن توصي بإقامة حفل عزاء وما أشبه ذلك من البدع، فهذا لا يجوز الوفاء به، والوصية غير صحيحة في مثل هذا. وكذلك الوصية بأن يصلى عنها أو يصام عنها، هذا أيضا لا ينفذ، لأن الصلاة والصيام عملان بدنيان لا تدخلهما النيابة، إلا إذا كان عليها صيام نذر. إذا كان عليها صيام نذر فإنه يصام عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي رواية: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. فصيام النذر يصام عن الميت، يصوم عنه وليه. أما ما وجب بأصل الشرع من الصلاة والصيام فهذا لا تدخله النيابة، لأنه عمل بدني. نعم. من يتولى سداد بقية الدين؟ وبخصوص الوصية والنظر في الدين وما أشبه ذلك يراجع القاضي. يراجع القاضي في مثل هذا، في إحصاء الديون وإثباتها، وفي النظر في الوصية والصحيح منها وغير الصحيح، وفي تولية من يقوم بهذا العمل وينفذه. نعم. بارك الله فيكم.